ورحمة الله وبركاته. بعد ما عملنا هذا الشيء نحتاج إلى أنه حنعمل لوج حتى يرجعنا قيمة البوزيشن. حنستخدم اللوج I think L in capital log dot V okay variables. حيكون فيها اتصور هذا اللي هو tag string throwable. هذا يقبل 2 argument. انا اريد 3 argument اوكي okay. او بالاحرى 2 argument ايضا 2 argument. الارجيومنت الاول حيكون فيها التايتل, يعني حيكون فيها التايتل مثلا get page title اللي حيساوي هذا حيعمل لوج فارزة التايتل نفسه لمن لال position لكل موقع. حنشوف فكرة اللوج, طبعا حاعطيكم فكرة اللوج. نحتاج نعمل return لان هذا مو void. هذا return حيحتاج الى التايتل مع البوزيشن حتى نعرف انت على اي بوزيشن موجود. هذا بالنسبة للشار sequence get page title اول شيء. ننتقل مرة اخرى الى من الى الجيت, او ننتقل الى الجيت ايتم. في الجيت ايتم شو اللي احتاجه؟ احتاج انه اعمل ايضا لوج اضعها هنا, لكن بعد الحالة حعمل التايتل مالتها حيكون get item okay. بمعنى انه هذا حيكون get page title, هذا حيكون get item, وهذا الايتم من يحدده؟ طبعا اللي يحدده الايتم بمعنى هو init string dot value of not boolean وانما value of position integer بهذا الشكل. اكيد حنحتاج نعمل return okay. return لمن؟ بمعنى هو fragment, بمعنى انه عايد للfragment array للindex. فحنعمل array لمن؟ لل position. هذا شيء آخر. إذن هذا بالنسبة لل get item. بعد ما كملنا get item يبقى عندنا فقط get count اللي هو بيعمل return لزيرو. حرام يعني يعمل return لزيرو, لازم يعمل return لمن؟ حيعمل return لل fragment dot length لان هذا بيحسب الطول account. بهيك حالة تكون انت عندك almost finish, تقريبا انتهى الموضوع. بس يبقى نرجع للمين مرة اخرى, لان في المين احنا عندنا في اشياء ما عملناها. يعني مثلا احنا وضعنا page or tab strap احنا ما استخدمناها احنا اصلا, فحتى نستخدمها في البداية اني احتاج الى احتاج الى من معروف احتاج الى التايتل ادابتر. التايتل ادابتر لازم اني استرده من جديد. تايتل ادابتر اوكي اللي انا عملته. هذا التايتل ادابتر حاطي له اسم اكيد. تايتل ادابتر يساوي خلنا نعمل اوبجكت نيو تايتل ادابتر. حنضع فيها جيت support fragment manager هذا الشيء. بعد ذلك ايش راح نعمل؟ بعد ذلك ال m viewer view pager اللي احنا قمنا بتعريفه اللي اصل من ال view pager حنعمل dot set adapter. حنعطي اسم الادابتر الجديد اللي هو title adapter صح.
هذا أول شيء. بعد ذلك إيش راح تحتاج؟ تحتاج الـ mViewPager يعمل set current item item فلتكن حالي هو صفر يعني في البداية. هذه الأشياء عفوا أحتاجها أنا. زين شو الأشياء مم أخرى؟ خلينا ندقق نشوف. اوكي تايتل بيجر ستريب باي اي دي زين ما في شيء احنا عملناه غلط. تصور everything fine. هنا انا حوقف الدرس القادم نعمل له ران حتى نتأكد اذا ما فيها خلل او فات شيء. اوكي لنها نقول لكم مع السلامة.